ورجعنا لحضراتكم تاني عشان نبدأ أول فقراتنا النهاردة، ومشرفنا اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق. أهلا بيك ستيلو. أهلا بيك. إزاي حضرتك؟ أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك أكتر والله. أبدأ منين؟ أبدأ من أحجام القضاء ولا أبدأ من تنفيذ قانون 22 سنة 2018؟ تحب نبدأ اللي منين؟ اللي يعني هما الاثنين حاليا هما مسار الجدل. لو مسار الحوار ما بين جماعة الإرهابية والصراصير بتاعتها اللي هي موجودة على الميديا، واللي بيأيدوهم في المخابرات في الخارج أو بالجمعيات الحقوقية زي حضرتك ما قلت في المقدمة أو كده، يعني دول الاثنين مسارين. القانون 22 اتطبق على جماعة الإخوان الإرهابية وصدرت ممتلكاتهم، ويدوب توفي جزء من حقوق المصريين اللي راحت في من سنة 11 لغاية قريب خالص يعني. وأما بالنسبة لأحكام القضاء فدي مهزلة، والخارجية ردت أنما يعني رد دبلوماسي قوي، أنما عايزين رد زي ما قالت هيلاري كلينتون لما حد اتكلم وقال ان احنا هنكلم امريكا عشان يفرجوا على عمر عبد الرحمن. ايوه. فقالت له اخرس، ده محكوم عليه بحكم قضائي امريكي. فيعني القضاء عندهم اخرس، وعندنا يبقى لمجال التدخل. عندهم القضاء ممنوع التدخل فيه، القوات المسلحه ممنوع حد يجيب سيرتها. طب حضرتك ايه السبب في كده، وليه احنا مش بنرد بنفس القسوه؟ اللي احنا بنرد دبلوماسيا لان ظروفنا حاليا، يعني طبعا العمليه اللي حصلت بعد 30/6 سنه 13، والبلد كانت مهلهله، والرئيس بذل جهد جهيد علشان يلم العمليه والشرطه ترجع لوضعها الطبيعي، القوات المسلحه تلملم شتاتها وتعيد تسليحها بالتسليح القوي المناسب لهذه الظروف، القضاء شامخ وبيدي احكامه. انما للاسف الشديد احنا عندنا مجموعه صراصير في الداخل ومجموعه صراصير في الخارج، هي دي اللي يعني مخليانا، يعني لو احنا الداخل كله وايد واحده عصب واحد، لكن للأسف لا، لو الخارج زي ما هو عايز نقدر نواجهه، بس انما نحارب في صراصير الداخل وصراصير الخارج مع أجهزة المخابرات مع اللي بيحصل بره، لازم احنا نبقى دبلوماسيين في ردودنا. واللي احنا عايزينه نعمله، اولا مصر دلوقتي خلاص انطلقت وبقت على الطريق، والكل واضح والكل شايف ان احنا دلوقتي اقوياء جدا الحمد لله، وبقينا على الطريق، عندنا جيش قوي، عندنا شرطة تماسكت وعادت الى ما قبل 25 يناير، اجهزة جمع المعلومات او اجهزة المعلومات اللي موجودة اللي هي المخابرات العامة والمخابرات الحربية والامن الوطني على اقوى ما يكون، عندنا جهاز رقابي لمكافحة الفساد او جهازين، الرقابة الادارية ومباحث الاموال العامة جهازين بيشتغلوا في منتهى القوة والقسوة على الفاسدين، القضاء محدش قدر يبصله ولم يتمكنهم، انما للأسف الشديد دول صوتهم عالي لان معاهم فلوس. احنا دلوقتي ابتدينا ناخد الفلوس دي باحكام قضائية وبنطبق القانون ده، القانون 22 اللي اتعمل في شهر ابريل اللي فات، وده اول تطبيق له اللي هو طبق امبارح. بالنسبة لأحكام القضاء، ده أحكام قضاء اللي هو يعني القاضي هيطبطب على ناس كانت قاعدة في ربعة بتخرب وبتعمل اللي كانت بتعمله، وقتلت اللي قتلوه، ده قتلين أكتر من 80 واحد. معلش أنا بستأذن حضرتك، إحنا بس معانا من جنيف الأستاذ سعيد عبد الحافظ مدير ملتقى الحوار للتنمية. سعيد راجل محترم. مساء الخير أستاذ سعيد، زي حضرتك؟
خير يا فندم، اهلا بيك يا فندم، اهلا بحضرتك، ازاي اهلا حضرتك؟ بحضرتك. اهلا بيك. انا معلوماتي ان في وفد مصري في جنيف دوره تصحيح الكلام المغلوط عن مصر، وضح لنا لو تمام، سمحت ده الموقف يعني عندك. لأول مرة في مشاركات المجلس الدولي للحقوق الإنسان يكون في وفد كبير عددا وكيفا كمان، لأن أيوة. عندنا قامات كبيرة أوي مشاركة في الدورة 39، وفي حضور مصري واضح وملموس، وعندنا فعاليات متعددة تقريبا على مدار 15 يوم، كل يوم في فعالية، إما سايد إيفنت أو وقفة أو معرض صور أو حوارات جانبية أو لقاءات مع ممثلي البعثات الرسمية أو المقررين الخواص. والنهارده كنا في الاتحاد البرلماني الدولي مع السفير مختار عمر، ففي الحقيقه يعني عندنا انشطه متعدده وبقى لنا 3 ايام ومكملين كمان لغايه اخر الشهر ان شاء الله. هل هو حوار تصحيح الصور المغلوطه اللي بيروجها الاعلام المضاد لينا؟ مش الاعلام ده حضرتك، احنا تجاوزنا الاعلام دلوقتي، بقى في دول كمان بتقدم صور مغلوطه عن مصر، احنا عندنا قطر ما شاء الله عليها، يعني لا هم لها الا مصر والدول الأربعة اللي انقطعها، في كمان تحركات مشبوهة لقطر وحلفائها من المنظمات الدولية وبعض المنظمات اللي أنشأتها قطر، منظمات وهمية بتهاجمنا من قبل ما نوصل حتى جنيف، ومقدمين طبعا صور مغلوطة ومكذوبة وتدليس، وبيحاولوا ينفذوا إلى كبار الموظفين داخل الأمم المتحدة ولقاءات مع ممثلي البعثات، وإحنا كل اللي إحنا بنعمله إحنا بنقدم الصورة الحقيقية دون تجميل ودون كذب، يعني هذا ما يحدث في مصر دون توقف. هل حد يا استاذ سعيد سأل سيادتكم هناك عن احكام الاعدام اللي صدرت في مصر؟ يعني في اللقاءات الثلاثه اللي فاتت كانت لقاءات متنوعه، يعني قابلنا حد مقرر خاص بالتمييز ضد المراه، قابلنا حد متخصص في الاختفاء القسري، التحدي البرلماني الدولي النهارده، لكن في اللقاءات اللي جايه طبعا المقررين طبيعه عملهم هيسالونا عن ده، بس طبعا يعني دي حاجات احنا بنقدم الصوره الحقيقيه، بنقول ايه عقوبه الاعدام في قانون العقوبات، ايه هي الضمانات، ان مصر مش موقعه البروتوكول الاختياري اللي بيلزمها بتطبيق عقوبه الاعدام، والضمانات اللي موجوده في قانون العقوبات لتنفيذ هذه العقوبه، والجرائم اللي هي العقوبات اللي بتتضمنها عقوبه الاعدام، وعقوبه الاعدام وعلاقتها بالشريعه الاسلاميه، ويعني في ردود قانونية ومنطقية يفهمها الغرب. لكن حضرتك طبعا ايه الجديد اللي بتقوله قطر ضد مصر؟ ايه الجديد اللي بيقوله الاعلام القطري ضد مصر؟ كل ما تتخيليه، يعني قطر تقدم صورة عن مصر ان فيها كل حاجة، يعني بدءا من تمييز، بدءا من اختفاء قاسم، كل كلام، اي كلام فارغ يسيء الى مصر كدولة وكشعب وكحكومة، قطر لا تتوانى هي ومنظماتها في تقديمه باعتباره حقائق، احنا بنقدم الصوره الحقيقيه وبنسيب المقارنه للي احنا بنقابلهم، لان هم فعلا بيقولوا احنا ما بنسمعش الكلام ده من حد، يعني هم ما بيسمعوش الا لما حد بيقابلهم، احنا أيه. كنا مقصرين في ان احنا نقابلهم، لكن دلوقتي الحمد لله انتبهنا، منذ 3 أو 4 دورات سابقه بقينا موجودين وبنرد ردود منطقيه وعقلانيه ومهنيه كمان، وده الاهم. الحمد لله، اشكرك يا فندم استاذ سعيد عبد الحافظ من ملتقى الحوار للتنميه وحقوق الانسان، ألف شكر لحضرتك. شوفي، هو مشكلتنا في جنيف إن إحنا بنروح ندافع. أيوه. المفروض إن إحنا نروح نهاجم. يعني إحنا بنروح ندافع عن نفسنا. إحنا ما إحناش متهمين عشان ندافع عن نفسنا. بس ما بيوجه لي الاتهامات. ليه بيوجه لي الاتهام؟ لأن أنا بستنى لغاية ما أروح وأروح علشان أدافع عن الكلام اللي بيتقال عليا. أيوة. لا، ده انا اروح اقول طب قطر اللي بتقول الكلام ده فين هي حقوق الانسان عندها؟ تركيا اللي بتقول هذا الكلام على مصر فين حقوق الانسان عندها؟ انا لازم اخش له في عمق عنده علشان اخليه يتلهي في اللي عنده وما يتكلمش عن غيره. يعني انا بدل ما اروح واقول لهم لا والله انا عندي في حقوق انسان، هل وفي هو ده عندي الافضل ولا توضيح الصوره الحقيقيه؟ ما انا بعمل الاثنين، اهاجمه ووضح، يعني لكن يجب أقول له التوضيح. لا، أنا أوضح بس أهاجمه هو الأول، يعني ما دفعش. يعني إحنا لغاية دلوقتي كل المشاوير اللي بتتعمل سواء في جنيف أو في نيويورك بنعمل إن إحنا بندافع، بنقول لا والله إحنا عندنا كذا وهم بيعملوا كذا وبيسووا كذا. لا، أنا عايز أقول فين حقوق الإنسان في قطر، فين المنظمات الحقوقية في قطر،
فين حقوق الإنسان في تركيا؟ فين حقوق الإنسان في إيران؟ فين حقوق الإنسان في أمريكا؟ فين ما أنا أخد السحل والضرب واللي بيحصل للمتظاهرين في أمريكا وأعرضها وأقول آدي اللي بيحصل، إنما إحنا بنروح ندافع عن نفسنا كأننا متهمين. إحنا لسنا بمتهمين، إحنا أصحاب حق. وإحنا دلوقتي ما عندنا جماعة إرهابية موجودة معانا بقالها 80 سنة، هذه الجماعة الإرهابية عاشت وتربت وترعرعت في حضن الاستعمار البريطاني، وعاشت وترعرعت أيضا في حضن الولايات المتحدة الأمريكية من سنة 53 إلى يومنا هذا. يبقى هذه العصابة الإرهابية والمرتبطين بها والجمعيات الحقوقية الدكاكين اللي هي موجودة هنا دي كلها بتمول من الخارج، فلازم يعمل لصالح اللي بموله واللي بيديله. ولما نبص نلاقي دكان من الدكاكين عنده ملايين الدولارات، واللي بنى فيلل واللي ركب مرسيدس وهو كان مثلا محامي بيقول عشان عليك يا رب، اصبح راكب مرسيدس ومراته راكبه مرسيدس وعاملين جمعيتين والتاني عامل مش عارف ايه وجمال عيد عامل ايه ووضع باسم بنته في البنوك مبالغ. كل ده نتيجه مين؟ نتيجه ان احنا سيبنا دول في فتره من الفترات بمقوله والله العيال هم بيضحكوا على الامريكان وبياخدوا فلوسهم. لا، دول بياخدوا فلوسهم وبنفذوا لهم طلباتهم. العيال دول اللي هم شويه الصيع اللي عاملين جمعيات حقوقيه وشويه الصيع اللي ما لهمش وظيفه واسمه ناشط سياسي، ما فيش ناشط سياسي دي الا في مصر. يعني ما اعرفش، ما شفتش حد بيكتب عنه ناشط سياسي في اي حته في العالم الا في مصر. ايه ده؟ ليه؟ ليه 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 ده ليه ده بيحصل عندنا؟ ما هو ده نتيجه التسيب وترك الحبل على الغارب لشويه الصراصير دي تنطلق في وسط المجتمع المصري وتاخد من امريكان عن طريق الوقفيه الامريكيه او الحزب الجمهوري او الحزب الديمقراطي. كل واحد عامل منظمه وكان شغاله في مصر، المانيا كانت عامله منظمتين بيشتغلوا في مصر. كل ده بيشتغل لمين؟ بيشتغل على اساس انه ياخد معلومات ودول يشتغلوا لحسابه، اعمل كذا هات لنا معلومات عن كذا ولمنا كذا. الله، هو اسمه ايه اللي عايش في عامل منظمه وعامل نقل مقرها في تونس وفرنسا؟ ايوه، ده 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 مصري اللي قاعد بيهاجمنا من بره، ما يبقاش مصري. اللي عايز يجي يتكلم معانا هنا ويقول والله انا مش عاجبني كذا، نقول له نعمل ايه ونحط كذا وبنود. انما زي اللي قاعدين في اسطنبول ويعملوا نفس الحكايه. يعني ايه ده؟ أيوة ايه طبعا. ده؟ ايوه طبعا. طيب حضرتك شايف ان ملتقى مثلا الحوار للتنميه وحقوق الانسان والحوار مع الاخر هل بيجيب نتيجه فعلا؟ الحوار انا رايح لواحد اساسا قابض وبيتهمني. جميع المنظمات اللي موجوده، وانا بقول جميع بلا استثناء، من اول رعد ابن الحسين الاولاني واللي جت مسكت مكانه دلوقتي قابضين، بياخدوا فلوس من قطر وبياخدوا من تركيا وبياخدوا من اجهزه المخابرات اللي وراهم. على اساس ان مين هم دلوقتي؟ الدوله اللي طالعه وطالعه بشده وبقوه هي مصر. مصر هم عايزين مصر كده، لا هي ميته ولا هي كويسه واقفه، فهم عايزيننا دايما كده. احنا دلوقتي بنتعدل، يعني ظهرنا بيتفرد دلوقتي وهنبقى 10 على 10 في سنة 2020. والرئيس قال هذا الكلام، قال لهم انتظروا مصر 2020 هتشوفوا مصر شكلها ايه، هتشوفوا مصر بقت شكلها ايه. كيف ترى مصر في 2020 يا فندم؟ والله انا متفائل. كيف ترى الوضع السياسي؟ السياسي هيبقى في برلمان جديد، هيبقى في احزاب على غير ال 106 حزب دول الدكاكين اللي كل واحد عامل لي علشان يقولوا ان هو رئيس حزب جايب له 5 6 وعامل حزب. دلوقتي لما بقى العدد 5000
الاخ حمدين مش عارف يعمل التيار الشعبي بتاعه، التيار الشعبي تحت التأسيس من سنة 15 لغاية دلوقتي. ليه؟ لانه مش قادر يجمع ال 5000، لان انما زمان كان ايه 50 عضو، 25 فئات و25 عمال وفلاحين، 25 الفئات يبقى هو ومراته واولاده واخواته وجيرانه والبهوات اللي ساكنين معاه في الكومباوند، وال 25 العمال والفلاحين السواقين والبوابين واللي بيشتغلوا عندهم، كل الاحزاب كانت كده. طب حضرتك شايف ان كده هتعود الحياه الحزبيه المصريه مره اخرى؟ هتعود الحياه الحزبيه مره اخرى باذن الله تعالى في 2020 في التشكيلات الجديده لمجلس النواب وللمجالس المحليه اللي هتتعمل بعد كده. لان دلوقتي اللي احنا دلوقتي في مرحله انتقاليه بنص الدستور، الدستور قال المجلس ده مجلس انتقالي مكون بتركيبة معينة من الفئات الثمانية دول، وإن المجلس القادم بيتعمل له قانون. بعض من النواب اللي هم عارف إنه ما يقدرش يجي على ركبة جمله زي ما بيقولوا، يعني ما يقدرش يجي في منافسة حرة، عايز انتخابات يبقى فيها القوائم بنسبة كبيرة على أساس ان هم الفشلة دول يستخبوا في وسط هذه القوائم وينجحوا. انا قعدت مع ناس كتير وقال لك طب ما الناس هتقاطع القوائم اللي هم فيها ويضروا هذه القوائم. طبعا. الناس الفشلة دول اللي هم ايه، يعني واحد يطلع يقول الحياة الحزبية لن تستقيم الا بالقوائم. طب يا بيه يا اللي في حزب كبير وكنت وحزبك ده كان موجود قبل الثورة. ايوه. كان موجود قبل ثورة يوليو 52. جاي تقول لي دلوقتي الحياة الحزبية لن تستقيم إلا بقوائم؟ طيب ما كانت قبل 52 كان الحزب، حياتك تعني حزب الوفد؟ كان بيقول لو رشح الوفد حجرا لانتخبناه. وكانتش فيها قوائم ولا حاجة، كانت دوائر عادية ومرشح واحد لكل مركز. حضرتك شايف ان ده افضل من القرار؟ طبعا. ليه؟ لان ده اختيار جماهيري. انما انا دلوقتي لما تعملي لي قايمه على محافظه او قايمه على 3 محافظات او قايمه على 7 8 محافظات زي القوائم الكبيره اللي في دول العالم متابعه نظام القايمه. لا، ما فيش، لازم يبقى فيه اختيار للناس. الحزب بيرشح يقول لك مرشحي في الدائره الفلانيه فلان ومرشحي في الدائره الفلانيه فلان. دي بقى الأحزاب القوية. إنما الأحزاب اللي عايزة تستخبى والمؤسسي هذه الأحزاب أو اللي قائمين على شأن هذه الأحزاب لا قيمة لهم في الشارع وليس لهم أرضية في الشارع، بيدوروا على نظام القوائم. ونظام القوائم اتعمل عندنا 3 مرات وفشل، والمحكمة الدستورية في 2 منهم قالت عدم دستورية هذا النظام الانتخابي. ليه؟ لأن عدد الناس اللي منتمية للأحزاب قد إيه؟ 2 مليون؟ 3 مليون؟ الناخبين 50 مليون. يبقى المفروض إن الناخبين أصحاب الصوت الأعلى والعدد الأكثر هم اللي يبقوا ممثلين. إنما كل واحد فاشل أو كل واحد عايز يخطف عضوية البرلمان لتحقيق أهداف شخصية له أو مآرب شخصية له. يعني حاليا في نواب حاليا في المجلس ده، رغم أن يعني ما بذل فيه من جهد، في نواب شغالين سمسرة، وفي نواب، في أحد النواب قال يعني ده أنا ما كونتش ثروة خلال المجلس ده، مش هكونها تاني. أيوة، هم دول يومين الثروة. والله قال كده، ان ما كوناش ثروه اليومين دول مش هنكون ثروه تاني. وشغال هو وابن عمه بسم الله ما شاء الله بقطعوا جيوب الناس. ادي نوعيه. انما الـ 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 الانتخابات ان شاء الله باذن الله تعالى، طبعا الـ 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 الرؤيه لم تتضح بعد، انما اللي هم بقى صوتهم عالي اللي هم ايه اللي له علاقات او اللي عمال يعيط ويقول لك والنبي خلونا في نظام القوائم لان احنا مش قادرين نروح للناس،
قسما بالله لو اتعملت انتخابات فردية المرة الجاية المجلس ده اللي هو فيه 596 واحد بقى 94 ما هينجح منهم 20. ياه. ما هينجح في المجلس اللي جاي 20. ليه؟ لأنهم ما عملوش حاجة. حضرتك وجهة نظرك كده. مش وجهة نظري، ده وجهة نظر الشارع. أيوة يعني ده النتيجة اللي حضرتك وجهة بتقيمها. نظر الشارع ليه؟ زي حضرتك ما بتقولي فين النواب بالنسبة للمدرسة؟ أيوة. بنات معمولة في محافظة ومحدش راح ولا. طيب اولا دي مسؤولية مين قبل وزير التعليم؟ أسوان دي حضرتك دي سابع مشكلة. أيوة. لأسوان في شهر احنا. تمام. ليه وبقول يعني انه دي مسؤولية مين؟ هيئة الأبنية التعليمية. هي المفروض تعمل المدرسة وتفرشها وتوضبها وتعملها وتسلمها لوكيل وزارة التربية والتعليم في الوقت المناسب. يعني لو في ناس بتهتم أو أعضاء مهتمين بهذه القصة في تلك المحافظة كانوا زمانهم. هل تتوقع الانتخابات الجاية هتكون بقوائم نسبية ولا انتخابات فردية؟ والله هو اللي ده هم عايزين إيه؟ ده هم عايزين قوائم مطلقة. يعني ايه مطلقه؟ يعني القايمه تنجح كلها يتسقط كلها. هم النواب اللي عمالين يجروا دلوقتي كده يمين وشمال وملاقيين كام واحد من رؤساء اللجان في المجلس اللي هم يعني ايه على نفس الشاكله كده، يعني مش عايزين العمليه تمشي، فعايزين القوائم المطلقه. ليه؟ يا القايمه تنجح كلها تسقط كلها. وبقى ايه ان هم هيبقوا يعني عاملين قايمه او اتنين ويقول لك بقى دي الدوله بتدعمها اشاعات بقى اللي بيقرر نظام الانتخاب القادم مش مجلس مش بالبرلمان هو المجلس. طب ما هو بس لازم بالظبط القانون يجي له من الحكومه. ايوه يعني الحكومه لازم هي تعد القانون والمجلس وتوديه للمجلس، المجلس يناقشه والمجلس هيناقشه من المصلحه العامه مع المصلحة النواب. يعني النواب اللي موجودين هيدوروا على مصلحتهم مع لما المصلحة العامة لما العين الحمراء تبان. لا انتوا بتدوروا على مصلحتكم الشخصية مش بتدوروا على المصلحة العامة. ده هيبقى الفرق. هنا هيبقى الفرق. آخر سؤال لحضرتك. كيف نحفز الشباب على المشاركة في الحياة السياسية والحزبية مرة أخرى؟ شوفي الشباب حاليا في الفترة اللي احنا فيها دي على القهاوي وعلى السوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة سياسيين على زي ما تقولي لكن بلا خلفية، يعني ما عندهمش الخلفية. ودي مفروض ومجهود اللي لازم يبذله الإعلام المصري، إعلام اللي زي حضرتك اللي يطلع يقول للناس المشروع ده فايدته ايه، الغلا ده سببه ايه، ان احنا ماشيين رايحين فين. فيبقى انا سياسي عندي خلفية وعندي معلومة وعندي كده. ولذلك بنقول الاعلام عليه الدور الكبير جدا. انما تبص على الكافيهات وعلى القهاوي وعلى الكده الشيشة شغالة وعمالين يتكلموا وكلهم بقى يعني سياسيين ما لا يشق لهم غبار وهم مش عارفين حاجة خبراء سياسيين ولا سياسيين للأسف. انما المطلوب ان احنا نوعي الناس بالجريمة اللي بترتكب من جماعة الإخوان الإرهابية ضد مصر حاليا، إن هي اللي مقومة علينا حقوق الإنسان في جنيف. كيف تتم التوعية من وجهة نظر حضرتك؟ يعني حضرتك اديني خريطة طريق للتوعية. ما أنا بقول خريطة طريق إن من خلال أو وسائل الإعلام المختلفة اللي الناس اللي معروفين إن هم ما عليهمش حاجة، يعني إيه في إعلاميين كده لهم مصداقية لدى الناس والناس بتصدقهم، لازم دول يطلعوا يتكلموا. في اعلاميين بيخاف يتطرق للحاجات دي لا يقولوا عليه مطبلاتي او يتقال عليه ان هو بتاع الحكومه. لا يا ابني انت بتاع مصر بالظبط. يعني انا لما اكون واثق من نفسي وواثق من المعلومه اللي موجوده عندي وواثق ان انا بقول ايه يبقى انا هطلع واقول للناس. وهؤلاء الاعلاميين للاسف عددهم مش كتير،
انما دول لهم مصداقيه ولهم جمهور بيتفرج عليهم، لازم دول اللي كل يوم في الخمس ايام اللي هو بيطلعهم او ست ايام اللي هو بيطلعهم في الاسبوع يتكلم ويتكلم بجراءه ويقول ايه اسباب الغلاء اللي بتحصل، ليها سبب، ايه اسباب المشاريع اللي بتتعمل دي، المشاريع دي مش بتتعمل كده فانتازيه. أيوة. المشاريع دي لها اهداف تحققها للتنميه، اللي ايه اسباب السياحه فين، احنا في ايه اللي بيحصل، الحصار الاقتصادي اللي مضروب علينا ما حدش بيتكلم فيه اطلاقا، ما حدش بيتكلم فيه ولا بيكتبه كانه جريمه، رغم ان احنا محاصرين اقتصاديا. ما اعرفش ليه ما حدش بيتكلم. حضرتك تقصد بايه الحصار الاقتصادي؟ الحصار الاقتصادي ان انت عندك دلوقتي كل حاجه عندك ما بتجيش الا بالسعر العالمي، او ما بتجيلكيش بالتسهيلات اللي كنت بتاخديها، لما يمنع السياح انهم يجولك او يحجم عنك البتاع، انت دنفست لصندوق النقد الدولي رغم انف الجميع، لانك انت ماشيه على الطريق الصح. حضرتك شايف ان ده مخطط ضد مصر؟ يقينا مش عايزه نقاش. مصر بتحارب من 30/6 سنه 13 الى يومنا هذا، بتحارب من 7 أجهزة مخابرات، بتحارب من 7 دول، بتحارب من جماعه الاخوان الارهابيه، بتحارب من دكاكين حقوق الانسان اللي موجوده عندنا، بتحارب من النشطاء الممولين من قطر ومن تركيا، بتحارب من كل هؤلاء اللي بيظهرونا كاننا يعني ايه، اللي بيعملوا عمليه الاحباط والحاجات اللي بتفرح اللي بتتم. يعني ما حدش بيتكلم ان دلوقتي النور ما عادش بيتقطع، او ان الكهرباء بقت موجوده، او الميه بقت متوفره، او ان مش عارف ايه ده سد النهضه لما رئيس وزرائه طلع وقال ان السد مش هيتم لان في عيوب وفيه، قالوا ده احنا اللي بنقول الكلام ده. ليه دي بلد؟ بلد لازم كلنا نقف جنبها. طبعا لازم كلنا طبعًا. اي واحد عنده ذره وطنيه. طب هل حضرتك الترويج ضد مصر في الخارج هل ده ممكن ياثر على علاقتنا مثلا بصندوق النقد الدولي؟ لا بيحاولوا طبعا. هل ده ممكن يؤثر فعلا بالفعل؟ في صندوق النقد الدولي في مصريين بيشتغلوا في صندوق النقد الدولي. وصندوق النقد الدولي عنده نتائج كمان للتحسن الاقتصاد المصري يعني. طبعا. وليه واحنا عمالين نرتفع دلوقتي بعد ما كنا بي ماينس، دلوقتي بنرتفع. بالفعل. يعني بنرتفع. يعني ممكن ينجحوا في هذا. لا مش هينجحوا. مش هينجحوا طالما ان احنا صاحيين، واحنا الحمد لله عندنا جهاز صاحي، عندنا وزارة خارجية صاحية، عندنا الإدارة واخدة بالها من اللي بيجرى وبتقاومه، إنما الدعاية والسوشيال ميديا والإذاعات الخارجية والتلفزيونات الخارجية للأسف الشديد إحنا بنحب نصدق الكذاب، المواطن العادي بيحب يصدق الكذاب، ما بيصدقش أو ما بياخدش كلام اللي بيقول له الحقيقه على انها حقيقه، لانه تعود على الكذب، تعود على انه يسمع الكذب على انه حقيقه او يعيش الوهم. يعني زي مثلا لما تيجي في وقت الانتخابات يطلع واحد يقول هعمل لكم مستشفى ب 57 مليون، طب منين يا عم؟ هعمل طريق مش عارف هرصف ايه، وعندي 3 مصانع في فرنسا هشغلكم فيها، منين يا عم؟ كلام وخلاص. كلام، انما للاسف في ناس بتحب تصدق الكذب ده او بتعيش على هذا الامل او العظمه متقدمه له فبيمسك فيها. هل حضرتك شايف ان التعليم عندنا مقصر في حق التوعيه للشباب؟ يعني الشباب اللي بينقاد لاتجاهات خاطئه دي شوفي، طالما ودي خطه كانت مخططه انك انت لغيت التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية من التعليم، وعملت تعليم أمريكي وتعليم فرنسي وتعليم مش عارف دبلومة إيه ودبلومة إيه. أنا متعلم في مدرسة أجنبية. أيوة. من ابتدائي لغاية الثانوية العامة، بس كنت بدرس إيه؟
بدرس تاريخ وجغرافيا وعربي وتربية قومية وكل ده، والنظام المصري مطبق ما عدا الفيزياء والطبيعة والكيمياء، دول بدرسهم باللغة اللي بتاعت والماس اللي هي بلغة البلد اللي هي عاملة المدرسة، وكانت مدارس إرساليات، إنما دلوقتي بقت مدارس بتهدف إلى الربح. رغم أن أنا كنت نائب في البرلمان في ذلك الوقت، وهذا القانون بيناقش قانون المدارس، وقال ان المدارس اللي لا تهدف الى الربح تعفى من الضرائب والكلام ده. قلت يا دكتور فتحي ما فيش واحد بيعمل مدرسه ولا يهدف الى الربح، قلت له كده. بس كان في بقى مجموعه من اصحاب المدارس قاعدين وقالوا لا ازاي وبتاع والكلام ده، ومشيت المدارس. بكل المدارس بتهدف الى الربح، حتى مدارس الارساليات اللي هي فعلا كانت ما بتهدفش الى الربح، بدأت او الجمعيات، مدارس الجمعيات الخاصه اللي هي زي الجمعيه الخيريه المصريه، زي كده، زي جمعيه السيده فاطمه، كل هذه الجمعيات اصبحت برضو بتهدف الى الربح. يعني كله دلوقتي بيدور على انه يحط ايده في جيب التاني. انما لا، عايزين نرجع التعليم، ما فيش حاجة اسمه كل نعمل تعليم نظام كذا ونظام التعليم كذا. ده أمن قومي. أيوة، يبقى نظام تعليمي واحد يدرس بالعربي في مدارس اللي هي عايزة تدرس بالعربي، يدرس بالإنجليزي في المدارس اللي عايزة تاخد إنجليزي، في بالفرنساوي في المدارس اللي هي عايزة تدرس بالفرنساوي. إنما لازم تاريخ بالعربي طبعا، جغرافيا بالعربي، لأن اللي ما يعرفش تاريخ وجغرافية بلده ما يعرفش الانتماء، اللي ما يعرفش تربية قومية عن بلده ما يعرفش الانتماء. لازم يكونوا دول أساسيين علشان نعمل الخطة صح ونمشي على طريق صح. إنما نعمل كده عندنا طبق سلطة في التعليم، أنا متعلم واخد دبلومة أمريكية، وأنا واخد مش عارف الدبلومة عالمية، وأنا مش عارف متخرج من كذا وأنا متخرج من كذا، ده ما ينفعش، ما ينفعش. مش تعليم بأمانة كده فعلا، مش تعليم. نظام التعليم من أولى لغاية الثانوية العامة، أو من التعليم من أولى روضة لغاية ما ياخد الشهادة التوجيهية اللي بتوجهه للكليات. أيوه. لابد أن يكون تعليما واحدا. وبعدين الكليات، كل كلية في تخصصها، مع أن لازم يدرسهم التربية القومية من أولى جامعة لغاية ما يتخرج، وتبقى مادة سقوط ونجاح. حاجة يدرسها في المدارس، مش مهم في الجامعة. لو في اللي الجامعة يدرسها لغاية الثانوية العامة خلاص، عارف بقى فيها إيه. لا أبدا، ده في ثانوية عامة أنا بدي إيه يعني. إحنا كان أيامنا الثانوية العامة كنا بنبقى 17 سنة، زي دلوقتي قولي 19 مثلا أو حاجة زي كده. يعني يبقى لازم ياخد الجامعة كمان، ياخد تربية قومية في الجامعة، ومش تبقى مادة يعني كده للعلم والإحاطة. لا، تكون مادة لها مادة قيمة، مادة لها قيمة طبعا، ولها درجات ولها نجاح وسقوط، ويدرسها بقى أساتذة تربية قومية من السياسيين الكبار ومن الناس اللي عندهم التاريخ بتاع مصر وعارفين مصر إيه دي، عارفين قيمة هذه البلد. طب احنا معانا مداخلة، معانا الأستاذ طارق محمود المحامي. مساء الخير يا استاذ طارق. اهلا بيك، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا. حضرتك شايف ازاي ترويجات الاخوان في الخارج ضد مصر؟ طبعا هو معروف يعني بعد ثوره 30 يونيو بيبقى ان النماذج الاخوانيه المعروفه من اعضاء التنظيم الدولي وقيادات الجماعه، وفهو بيعرف هذا. يعني في خطه ممنهجه لاسقاط الدوله المصريه والتاثير على مؤسسات الدوله المصريه، طبعا ده معروف. الضربات، انا اعتقد ان الضربات المتلاحقه من المؤسسه الامنيه ومن الجيش المصري للجماعه واسقاط معاقل ليها مهمه، باعتبار حتى يعني ان مصر هي معقل رئيسي لجماعه الاخوان، وقياداتها اللي في الصفوف الاولى يا استاذه دي هي اللي بتتصدر المشهد في الخارج. يعني مثلا يعني القيادات الهربة الخارج اللي بتطلع على قنوات الاخوان شرق ومكملين والجزيره و و و ما كلهم جايين بتوجه من التنظيم الدولي الاخوان، ومعروف هذا الكلام يعني. طيب حضرتك شايف الى مدى المخطط ده هيستمر؟
لا، وانا اعتقد ان الدوله المصريه حتى بعد القرارات الاخيره والضربات الامنيه المتلاحقه من الجيش والشرطه ضد الارهاب والمعاقل بتاعت الارهاب دي هتؤثر عليها. وانا ممكن اقول لحضرتك ان هذا التنظيم الارهابي واللي هو اعتقد ان هو بيوافقني على كده الى زوال، وقدراته التنظيميه والتمويليه خصوصا بعد مصادره الاصول بتاعتهم والعقارات والشركات اللي وصلت فوق ال 62 مليار جنيه، اعتقد ان قدره هذا التنظيم في الداخل والخارج قلت للغايه جدا، وقدرته على ان هو ممكن يستمر في مجابهه الدوله المصريه لا يمكن. انا اعتقد ان انا مش شايف يعني ان تنظيم ارهابي ممكن يبقى يتصالح مع دولة أو يقف في مواجهة دولة. الحمد لله مصر بتحقق ضربات أمنية متناحقة كل يوم. القرارات الأخيرة الشعب المصري، أولا دي فلوس الشعب المصري ورجعت له، الشعب المصري هيتأكد إن من قلة حدة العمليات الإرهابية اللي هتحصل، لأنها يعني بتؤدي لتجفيف منابع الإرهاب التمويلي، ان هم بيمولوا من هذه الشركات والفلوس اللي داخله لهم والتنظيم الدولي. اعتقد ان هو حتى يعني هيعتبر نهايه للتنظيم الدولي بموجب اللي بيحصل والتطورات اللي على الساحه. هم بقى مش هيسكتوا طبعا، ابواقهم الدنيئه الخبيثه اللي شغاله بره اللي بتحاول ان هي تشوه سمعه الدوله المصريه باشتراك مع بعض الشخصيات. يعني احنا كنا تقدمنا ببلاغ من 100 يومين يا دكتوره منى، اتهمنا في منصف المخزون بتشويه صوره الدوله المصريه في المحافل الدوليه، وطلبنا من البين نائب العام اصدار قرار بمنعه من دخول البلاد، لان كان في يعني وصلت لنا معلومه ان هو بيدبر مع ويتواطأ مع بعض قيادات الإخوان في القتال، وعلى رأسها إبراهيم منير، على تدبير المحاولة للاغتيال والإظهار إن الدولة المصرية دي دولة ضعيفة. أيوه. فيعني أعتقد يعني إن إحنا على جميع المستويات والدولة المصرية قادرة على التصدي لهذا الإرهاب إن شاء الله. هم بيمارسوا مخطط مجبور، الدولة المصرية بتتصدى له، أعتقد إن يعني إن شاء الله. أشكرك يا فندم أستاذ طارق محمود، أشكرك يا فندم. كلام محترم، إنما هو تطبيق القانون اللي اتطبق 22 لسنة 18 اللي هو أيوة. القانون اللي قبله كان بيقول التحفظ بس عليه طول ما احنا عاملين له القضية، فنعمل له التحفظ ان شاء الله نكبر له المبلغ ونكبر له الشركة، ولما ياخد براءة يخرج. لا مش براءة، ده لما يخلص يطلع لما يخلص العقوبة نقول له اتفضل ادي اللي احنا عملنا يعني كافحنا جيدا لغاية ما تعدل هذا واصبح ان ايه المصادرة، يعني ان انا بديره وبعدين لما يصدر حكم نهائي من محكمه من بثبات التهمه من محكمه المدنيه اللي هي محكمه جنح مستأنف، يتم مصادره الاموال، يتم المصادره لصالح الدوله المصريه. دلوقتي اللي تم ده خطوه اولى على الطريق، عامله لهم ازعاج غير عادي، ازعاج لهذه العصابه. انا بقى جاي وقاعد مع ناس كتير عامله لهم ازعاج غير عادي، هيموتوا ان 1589 واحد تصدر ممتلكاتهم، 118 شركه، 1237 جمعيه ومدرسه، منهم 104 مدرسه مدارس. مدارس، امال ايه؟ 69 مستشفى، يعني 25 موقع الكتروني وقناه فضائيه، يعني كل ده بيقول لك ان يعني تقريبا كده هو بيقولوا في وسائل الاعلام ان في حدود 60 مليار، لا انا بقول دول في حدود 300 مليار الحاجات دي. وبعدين ده لما نيجي نقيم التكلفه اللي تكبدتها مصر في إعادة البناء أو إعادة الشيء لأصله أو إعادة تطوير القوات المسلحة والشرطة
وتعويض الممتلكات اللي أصيبت وتعويض الأسر اللي تكبدت أبنائها وبياخدوا معاشات وبياخدوا ومهما خدم مش هيعوض على الابن وكلهم شباب زي الورد في سن صغيرة دفعوا حياتهم حبا في هذا الوطن ودفاعا عنه ضد جماعة إرهابية لا وطن ولا دين ولا أخلاق ولا عندهم أي حاجة خالص لا يمتوا لهذا الوطن سوى بالإقامة يعني مقيمين معانا بيأكلوا من أكلنا بيشربوا من شربنا بيستفيدوا من كل شيء موجود على هذه الأرض ولا توجد ذرة من الوطنية أو الإخلاص لهذا البلد إلا إن هو يا نحكمكم يا نموتكم مفيش غير كده هذه العصابة الإرهابية لهذا بقول للشعب المصري اوعى تاخدك بهذه العصابة أي رأفة واللي يعرف أي معلومة عن أي واحد من أطراف هذه العصابة سواء ممول أو بيقوم أو موظف يعني أنا شخصيا لما حد بيجي يكلمني أقول له اكتب لي بس وأنا أتأكد وأتأكد وأعمل يعني أنا لما أتأكد وقدمت بنفسي بعد قدمت بنفسي المذكرة هي بخط إيدي هي أيوة مذكرة حياتك بتوضح فيها إيه؟ لا بتكلم على ناس ناس في شركة الكهرباء 62 قيادة في شركة كهرباء البحيرة وقدمتها للأجهزة الرقابية الثلاثة للرقابة الإدارية وللأموال العامة وللأمن الدولة والأمن الوطني 62 قيادة أهم أساميهم أهي ومش ناكرها ده أنا مقدمها وفي شركة المية نفس الحكاية وفي التربية والتعليم اللي بيجي بيحكي قدامي أقول له اكتب لي وتأكد من الكلام اللي هو قايله وابعته للأجهزة الرقابية وأقول لهم شوفوا الناس دي أيوة يتأكدوا بقى إذا كان البلاغ حقيقي ولا غير حقيقي يعني. لا يمكن واحد يجي يحكي كلام فارغ بيجوا يحكوا لي وأنا بتأكد الراجل ده إخواني صحيح طب بيعمل إيه ده دول أخطر من اللي ماسكين السلاح لأن دول اللي بيعملوا الإحباط للشعب المصري دول اللي بيعملوا إحباط في الشعب المصري ولما يجي رئيس الشركة الكهرباء في البحيرة هو نفسه له ميول إخوانية وأخوه كادر إخواني وفي الشركة وعمالين يرتعوا فسادا في الشركة أنا عايزك تعملي حلقة على الفساد عشان نتكلم فيها براحتنا عملنا أنا وحياتك عن الرشوة قبل كده مش كده؟ عملنا حلقة عن الرشوة لا عن الفساد ككل الفساد اللي بنخور حياتك جهز لنا مستندات وأرقام وإحنا جاهزين لا ما أنا بقولك يعني ليه لأن الفساد اللي موجود في أجهزة الدولة كله أساسه تلك العصابة الإرهابية بيعملوا إحباط للناس بيعملوا إحباط أنت رايحة تقضي مصلحة في مجلس المدينة أو في المحافظة يقابلك واحد إخواني يقول لك خلي السيسي ينفعك بتعلينا بعد بكرة لما نبقى نشوف الموضوع فبيبدأوا يدوا سلبية للرأي العام سلبية وبعدين يقول لك شوف أنت شايفين الأسعار عاملة إيه أنتوا شايفين الدنيا ماشية إزاي أهم دول دول أشكرك يا فندم سيد اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخليه الاسبق انا بشكر حضرتك جدا وانا سعيد باللقاء ان شاء الله هنتقابل في حلقه قريبه ان شاء الله باذن الله نطلع فاصل وانتظروني بعد الفاصل ابقوا معنا